هل تعلم أن سنوياً يتم إنتاج 3 مليون طن تقريباً من البلاستيك؟ وللأسف 50% منها لاستخدام المرة الواحدة. وهذا الكيس أكبر مثال. النفايات البلاستيكية كارثة بيئية صامتة، وأضرارها كبيرة وخطيرة على البيئة والحيوانات كذلك. هي المسبب الأساسي لكثير من الأمراض للبشر. وسعياً للتقليل من استخدام البلاستيك، تعال وشارك معنا في مسابقة أفضل مبادرة بيئية للتقليل من التلوث البلاستيكي. وتهدف هذه المسابقة لتوعية الناس للتقليل من استهلاك البلاستيك واستبداله بمنتجات أخرى صديقة للبيئة. قم بعمل أفكار وحلول ووسائل للتقليل من البلاستيك لبيئة نظيفة مستدامة. لمعرفة المزيد من المعلومات والاشتراطات عن المسابقة، قم بزيارة موقع وزارة البيئة والشؤون المناخية والتسجيل عبر رابط الموقع.